والسلام عليكم ورحمة الله وحب أرحب فيكم جميع. ولكم هاي السلسلة وقفناها شوي لكن شفت انكم تبون تشوفونها وتبون نحن نكملها وتبون نهتم في السلسلة هاي من مشاهداتكم الطيبة الصراحة، فقلت ما نكمل عليها شوي زيادة، في أفكار شوي زيادة أبقى أسويها. أنا وشي هني ما في خدمات، بس بحطي لهم خدمات، محل عصير فيري تيل بعد نفس الثيم. انا يبالي شيء اسويه بعد اني اشوف لكم اذا اقدر انزل ديزاينات جديده. على فكره اللعبه فيه ممكن نسوي لها ديزاين، ممكن نسوي لها ديزاين كامل. برجره صارت الشعب كله تشيف 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 برجر. نبا بيت الراحه. يوه هذا ما نحطه هنا صح؟ لا يبالي واحد صغيرون. وين الكستم كان هني؟ ايه انسان محترم اللي سواه الصراحة، فكر فينا. احد مفروض توصل في الشارع على سريش. اها بس انا با نوعا ما سيده قد ما اقدر، فهني بيكون احسن لي. طبعا هناك الدخول الطابور هناك، ونبى الناس يو اي تي ام، فانا نحط لهم اي تي ام العالم. والله لازم اي تي ام. محل هدايا هني، ما اعرف اذا هني بيشترون هدايا. انا ما اتوقع ان هني حد بيشتري هدايا، بس ممكن لان المكان بعيد. ابو الناس قبل لا تدخل وتطلع شو تسوي يكون عندها انفورميشن، لان هالمكان معزول عن باقي الاماكن. هالمكان معزول ممكن اخس ايه ده. لحظة كان في انفورميشن هنا ثاني فنان. هي هذا لانه فوق فيري. ابى الناس تعرف شو السالفه. لحظه ينحط في الراس هنا هذا. هي الناس اللي تفترق هنا الحين، واحد رايح يمين حد رايح يسار. اوكي شو عرفهم؟ انفورميشن 15. شو عرفهم من المكان هذا وين ودي هذا وين ودي؟ يمكن هذا يعرفونه لانه عالي، بس من ورا هذا رايح للسيارات، يبون اكتيفيتيز، يبون اماكن، يبون يتمشون. تذكرونها سويناها الحلقة الماضية. جميل والله طلع عليه فكرة جميل. العمارة مش غلطة تشوفها، يمكن اغيرها لانه الثيم، بس بشكل عام زينة. احسها زينة زينة. open notification broken. في عندي ميكانيك انزين. بارك مانجمنت ستاف. خلنا نشوف مكانك. فين حق مكانك؟ وسعنا المكان نحن كم مرة ترى، وسعناه كذا مرة. عقلنا كم مكانك. ما عندنا مشكلة فلوس، فبراية تعرفون نحن ليش نذيو قصد. شو السالفة؟ انا وايد سكرتي عندي ترى، مش شوي على فكرة، وايد وايد وايد. خلنا نحطي هاي. شو فندر سيرفس كاستمر ات شوبس. خلنا نحطي لنا كم من حد. ما اعرف الها من البدايه كنا نحتاجهم ولا ما نحتاجهم. ان اظني اصلا فيهم موظفين هاي. يوم تشتري شب يكون فيه موظف، أنا الحين يكون فيه، بس حطينا كم من واحد بس زيادة عدد على سمينا. أيوة هذا نحن ما حطينا فيه كفاية هني. هاي لازم يتمشون هني. هاي قرية الخراسنة مالنا، قرية الخراسنة لازم يكون احنا واجين. قرية الخراسنة
والشرطة هني تمشون حاط بينهم قراصنة قمة المشاكل قاعد تسوي. لازم لازم مشاكل لازم مشاكل. أنت تعال عند مول السيارات أحسك زين هني تنفخ عليهم نار تعال. والله عجيب شكله. شوف 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 فنان يا ولد وسط اطلاق النار. جودزيلا يا جودزيلا ارموه. اه اوكي اوكي بس عن السخافة عن السخافة. نعم 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 انها الحقيقة. بس شوفوا هالمكان الصراحة جميل. الريس هذا فنان بس ليش ما في عليه زحمة؟ هنا السؤال ليش ما عليه زحمة؟ رنج هاز بين فكست. اه اوكي تو تصلح. اوكي ممتاز. رينك سبيد ليمت ما اعرف شو. منو سرقك انت؟ هابينس زيرو انرجي زيرو. هالانرجي هذا بالعوزنا خلنا نحط فندرز. والله عندنا زحمة ترى على المحلات. شوف 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 قليل اللي تحت. بس شو ابي اسوي؟ اذا انرجي ناقصنهم بنحطي لهم. كان في انرجي درينك ميلك شيك انرجي هذا. ايوه كل حد ناقصنا انرجي. ها شو لحظه انا بخرب الثيم مالي. دونت روين ثيم. فيلتشوب فيستيفال درينكس فاير درينكس كوزمتيك ستول درينك درينك شاك كوفي شوب شوبينج اريا. حد بنحط الكاستم. ابى احط انرجي درينكس اشوف الناس تشتري مشروبات الطاقه. نعم انها الحقيقه. راح تريا وبنحط واحد عند الريس. طالع من الريس محتاج انت في انرجي غيره. لا نحتاج الترتيب. لحظه احاول الف الخايس مرم. زين ابى ارفعه بس حبه. الحين هذا غرقان ترى اللي بيهني بيتلعوز مش قادر. يا الله يوم شي يقلت عندي يتقع جوي. هذا محطوط صح. انزين هذا هو اوكي. مش لازم ترى احط كل شيء نفس المستوى. الحديقة عندي اصلا كبرها مش نفس المستوى. انا لاعب في اخلاق التصميم والمكان. المكان اصلا فلات يا حبايبي. بنتضارب انا وياهم بنزعل من بعض. اقول حب مو مشكلة. تعايزت عنا. هاي المشكلة يوم واحد يتعايز عن شيء خلاص في بعيد ترى. فلا تتعايزون انتم. وين هالموسيقى هاي؟ هني يا حبيبي علي. زين ابى اسوي دوار عود. دوار العود شو موضوع انا اخبركم. ابى احطي شويه العاب كلاسيكيه مكان تي سي دوار بعض. يكون نفس دائرة تكمل هاي في هاي. ألعاب كلاسيكية مصوب ومحلات وخدمات مصوب ووصلهم هني من وراء الشوارع الصغيرة. بها الترتيب حلو بيكون قبل أن نحط ألعاب كبيرة ثانية. يعني قبل أن نحن نبدأ مثلا ونحط ألعاب كبيرة ودنيا وهاي الأمور. أوكي مثلا شو نسوي؟ لحظة نسوي مكان بمساحة طيبة. اللي هو هذا طبعا عقب نقدر دائما نكمل الشارع ما
مرة طيبة. وهذا المكان كان عندي ميكانيكيين عندي أسوظف أنا وأنا ماشي والله. وعندنا مش بيت الرعب لا. أموصل لو أنا ما موصل ولا أفصل الزحمة ولا دخل الزحمة في بعض. صديقنا هذا الوث ماله وين نقدر لو سمحت الوث ماله وين نقدر نسوي 3 انزين نسوي طوف وين من ورا هالمكان نسى مكاننا هذا كبير. شوف هذا ممشى مكان ثاني انزين نيبه حول الشير شوفوا بس الزبالة هاي عقب لازم نشيلها مكانها مو بسياحي ابدا. وهذه الساحرة سيدة ارى مكمل الشارع مالها بس تدخلون البيت من ورا يستوي بعد نوصل المناطق هاي. هل الناس تشوف السوالف اللي هني بعد شوفوا لا هذا ضبط 100% شوف هالسوالف. هذا ممشى من ورا حق مكان القراصنة خاصة حتى اللي هني ابوهم يروحون القراصنة مثلا بيستوي وايد حلو الثيم انهم بيون هني صح. اول شي بنعدل المشاهد لان المشاهد صراحة مشكلة تتشاهد. بنسوي لنا مش هاي الباث اكسترات لا الحين شو نبا وشي شوي يميز وشي شوي يميز انا ما عندي شاشات تضبط ما عندي شاشات بلا ماكن ولا سماعات كبار ديسكوي سيكونس في شغلات تانية حلوة نحن للحين مو حطيناها على فكرة ممكن نسوي وايد شغلات الحين بس بنشوف شو سيز عندنا فير والله هذا حلو يبغالنا نسوي قرية ستايل جديد دراجونز اند نايستنس سوالف تنانين وهاي عندنا اذا نقدر نحطيهم ولا سوالف فضاء انا سوالف فضاء الصراحة حلوة. خلنا نشوف شو الألعاب اللي بتركب وياها زين ألعاب على ثيم مثلا الفضاء الفضاء ما سويته لا أنا ركن هني زين بس أحس ظلمت في الركن هذا شوفوا يعني الفضاء مفروض يكون ركن أكبر وايد يعني الصراحة كل صراحة والفضاء بيكون فيها السوالف اللي نفس هذه سوالف الطيبة عندكم سايتمنت 2.7 قلاصات سوري يعني هذا يمكن حلو اوكي يناسب ثيم الفضاء هذا بكل صراحة يعني هذا في احتمال انه يناسب. بحط هني توتال العاب اللي هني لعبتين يمكن 4 إلى 5 العاب زين ماكسيموم. شو بنسوي حصلت طريقة اني ادخلهم من هني طلعهم من هني شوفوا اول شي شو بنحطي بليس انترانس صح انترانس بيكون من وين من هني اوكي الاكزت بيكون وين من هني خلهم يطلعون هني بس الحين نحن شو نبى باث حق هذا مثلا حلو يعني يكون مش لازم يكون ذاك الطول يعني اظني بس خلنا دام عندي مساحة خلنا استغل المساحة اللي شو اللي عندي اوكي يا الله بعفوك روح والله شوي طويل صراحة شوي طويل ما ابا هذا ان ابا كونكتنج باث لحظة هذا سوري هذا مو الباث ونبى
صديقنا هذا. طول حبة بس وصل مع منو؟ تعال 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 تعال. اوكي هذا هو الواحد في تست له هذا تست. خلنا نشوف كيف يلعب قبل الشغلة. هم بنحط خدمات وتكاكين بالوسط لكن كبداية نحن شو نبغى؟ لما نشوف شغال ولا مو شغال. في شيء بعد نكسر دوم شغلات تنكسر 24/7 هني ما يوقف الكسر عندنا. بنمشي على ثيم الفضاء. ثيم الفضاء شيء جميل بيكون الصراحة. في واحد انسرق بعد. أنا بشوف شو حل مشكلة السرقات هاي، لازم أشوف لها حل. بس الحين خلنا نخلص من ثيم الفضاء هذا. لا زين هذا. بشغله خلاص. خلي الناس تي. في دكاكين ورا كل شيء ورا. نبغى ألعاب تليق على الثيم اللي نحن راسمينه. هذا في مجال. هذا في مجال حلو بعد. أروم أسوي نفس الحركة. أسوي له مسافة. أنا أبغى مسافة على أساس خدمات. إنزين. نسوي المدخل ماله من هني لكن بيكون شوي طويل على فكرة. بصير هذا سيدة مرة طلعوا على الشارع والانترنس نبا هل غير لحظة شو الانترنس ماله هني احمر مليت من احمر. خلنا نسوي هذا شيء سيلفر اكثر يكون. لحظة شيء سيلفر نبغى لازم تيم الفضاء. احب تقولي لا صوب الثاني صوب الثاني المدخل هي بس نبغى طابور شوي طابور طابور نظام. اللي يدخل هني يمشي مع العالم. ايوه شكله سيده ما هني. هذا روم يزرع شيء رهني روم يسوي سوالف روم يسوي امور روم يسوي كذا. روم افتحه بدون تست بس بتشوف شكله. لا حلو حلو بيمشي مع الثيم مالنا خلاص. فندلزم عندي يا حبيبي مجرمين كل شيء عندي في الحديقة هاي انا. والله جميل لازم بعدين بشوف بعدل لو ضاع. يبولي احباط انا هاي اصلا يبولي احباط. اهم شو الاحباط ثرل رايد. خلنا نحط شيء ثرل رايد ثاني جنتل رايد حطينا نحن هذا خلاص. هاشم ها شيء عجيب. شوف هذا هذا بعد فنان بشو هذا. خلنا نقربه تعال 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 صوبي خلنا نشوفك. اوكي انت خلنا نشوفك. هذا اكبر اكبر شيء جديد غير عن هذا. شوفوا في الفضاء وغير ما تشوف الالعاب. وهذا حلو بعد يكون على فيوين يوم يكونون فوق هني يشوفون دايركت الخرسانة اللي هناك. بس هذا ولا هذا لا اسمح لي ولا هذا لا. هذا شيء راهي الصراحة. اللي بيجي هني يشوف الحديقة. بس تعرفون شو خلنا نرفع شوي الأرض. زين خلنا نرفع شوي الأرض شوية شوي. خلنا نكبر برش ننزل انتنسيتي. زين نرفع الأرض هني خفيف 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 خفيف. زين نرفع راحات نرفع راحات 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 قلبي وانسجامي. سير فوق ها ثيم يوه ستة مرة واحدة. لا سكرمينيتر سكس اوكي الحمد لله نزيل. والحين اني على الرايت نرجع لصديقنا هذا اخ
سويت سيدة. لحظة فلتر هذا يا بن العيد على فكرة. خلنا نمسك هذا الزاوية نسوي سيدة، نمسك هاي الزاوية أنا كليك يا حبيبي أنا مسكتك من هاي الزاوية أبغى أشوفك سيدة 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 هاي سيدة أوكي هذه سيدة حلو ونبى نسوي له سموث شوية سموثن أيوة يوم هني خطفون بنحطي بسوي نفق عادي تعيبني شغلة الانفاق اصلا حطي لهم كراسي داخل ودنيا وحركات وترتيب يعني ترتيب ترتيب بعدها ممسيدة انا عندي مشكلة صح مع القياسات بسويه سيدة لكن هاي مش مشكلة شوفوا بنيبه من صوب هني بعد يبغى العدلة شوفوا الموضوع كله هني شي شوي قياس شوي هذا شوي قياس شوي هذا شوي قياس الموضوع شوي يطول ترى ايوه الحين اسيد اكثر الحين نيب هذا نيب لين اخر شيء والنيب هذا هو مايل نسويه شوي ميلان هذا ليش اساس يوم بنسوي له سموث النحن زين السموث يكون تدريجي ما يكون ضربه لان الارض اصلا كبرها عندنا مش سيده نحن مسويها نحن مسويها تشوفوا تضاريس في الارض يعني يوم الحديقه تكبر على الاقل يكون فيها شيء وبسوي شيء في حفره بسوي شيء بحفر والله الالعاب ماي بعدين خلنا نخلص الموضوع الاولي مالنا بعدين نفكر في اللي اقوى لا يا حبيبي لا يا حبيبي لا لا انا العيد انا العيد انا ضارب قنور على معظم المشاكل في الحديقه بس طاف نبغى نبني حديقه بس نشوفها الحين شوف هني شكله مشروع ناجح اوكي هذا مشروع ناجح والنيب دخول هني اوكي هني مكان محلات هالصوب خطفون ونحط الاكزت بحاول اني انزله من هني دايركت بشوف كيف يستوي بنحاول انزله ونسوي الانترنس باث هذا من لون الارض اللي هناك شوف اوه هذا فنان حق التيم مالنا شوية فوق الارض بس اتس اوكي يعني لازم ننزل شوي نعطيهم احساس شوي شوفوا لازم في دري في النص ممكن نزل من البداية لكن لا اصلا الانترنس طويل بما فيه الكفاية اسوي اطول بعد اوبر الصراحة نبى هذا نفس اللون من هناك طالع هني دري دري نزول الصور يكون سهل مش صعب ترى الدري ركب مكانه حلو ونركبه على الشارع هني شكل مايل شوي جيج جيج بس نبى شو نبى هني ما بيضبط بعد وايد تبى احط دكاكين هني بس تعرفون شو لا ما بحط دكاكين هني بحط سوالف شو مو هاي الامور انا مطول عليكم هاي ثيم الفضاء الحلقه الاولى هاي زين
بنشوف الحلقة الجاية إن شاء الله وبنكملها. بيكون أفضل عشان الحلقة بتستوي وايد طويلة إذا خليتهم كلهم في حلقة واحدة. وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة مكمل تيم الفضاء.